وللمزيد معنا هاتفيا الأستاذ محمد عز الدين نائب رئيس تحرير الأهرام. بعد التحية لك أستاذ محمد، إذن استقبال من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لرئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري. هناك كلمات يعني قالها وتصريحات أبو الغيط يعني في معرض هذا اللقاء، شدد على إنقاذ لبنان طبعا يعد أولوية في هذه المرحلة، و ناشد الأطراف السياسية تنحية خلافاتهم جانبا والوصول إلى تشكيل هذه الحكومة التي يريدها اللبنانيون لكي تخرجوا من هذه العثرات السياسية والاقتصادية التي يمر بها. كيف ترى أنت هذا الأمر وما إمكانية تحقيق ذلك ومساهمة الجامعة العربية إن أمكن أيضا في تسهيل هذه المهمة؟ بكل تأكيد الجامعة العربية طرف رئيس في كافة الأمور المتعلقة بلبنان، خاصة في هذا الظرف الذي يبدو أن الدولة اللبنانية الحديثة لم تمر بمثله، وخاصة مع تردي الأوضاع ووجود بعض التظاهرات التي انتقلت من مرحلة التظاهر بشأن سياسي إلى التظاهر بشأن لقمة العيش، أو أن هناك أزمة حقيقية في أن يحصل المواطن اللبناني على أبسط حقوقه، وهذا الأمر ينذر يعطي مؤشرات بأن هناك تردي كبير في الأوضاع الاقتصادية، خاصة مع استمرار الأزمة السياسية والضغط، ويبدو أن المؤتمرات التي عقدت في الفترة الأخيرة لم تحقق الهدف السياسي منها، أخذا في الاعتبار تمسك كل طرف ما من أطراف العملية السياسية في لبنان والتقسيم والمحاصصة، هناك له تأثير يبدو في الأمر على أنه سلبي للغاية على الشعب اللبناني. لذلك فإن وجود الجامعة العربية ودعمها للبنان وللرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في هذه المرحلة هو أمر هام للغاية. يتبقى أن يكون هناك إجراءات تنفيذية، خاصة مع تفاقم الأوضاع وبدء خروج بعض الأوضاع عن السيطرة فيما يتعلق بالتظاهرات، خاصة في مدينة لبنان والعديد من المناطق الأخرى في مدينة طرابلس، عفوا مدينة طرابلس وبعض المدن الأخرى. أعني أن الأمر لم يعد مقصورا على طائفة ما أو اتجاه ما أو حزب ما، ولكن يبدو أن الجميع يكتوي بنار الأزمة الاقتصادية والفشل السياسي في التوصل لاتفاق يمكن الشعب اللبناني من تجاوز هذه الأزمة، خاصة إذا علمنا أن أيضا جائحة كورونا تضغط بقوة على الشعب اللبناني في هذه الفترة، وهناك تردي في الأوضاع الصحية والحصول على الخدمات الطبية بشكل ما. مصر قدمت العديد من المساعدات وأرسلت العديد من الطائرات العسكرية، وهناك توجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالأشقاء في لبنان. صحيح. وهناك زيارات متعددة سواء لوزيرة الصحة أو حتى للعديد من المسؤولين، وهناك العديد من المساعدات ليس فقط المساعدات الطبية والأجهزة، بل هناك مستشفى ميداني، هناك أيضا بعض الخدمات المتعلقة بالحصول على المستلزمات الغذائية العاجلة، هناك على سبيل المثال أفران آلية، هناك مساعدات أيضا تتمثل في بعض المساعدات الغذائية الأساسية، هناك طائرات عسكرية مستمرة، وهناك جسر جوي لم ينقطع منذ وقوع تفجير لبنان الذي أدى إلى ظهور الخلافات بشكل كبير، وظهور أن الاختلاف السياسي قد يؤدي إلى أزمة كبيرة ليست فقط سياسية وإنما أيضا اقتصادية واجتماعية، وقد تنذر بدخول أطراف ترغب في أن يكون هناك تفجر للأوضاع في لبنان وتسوء الأمور وتعود بنا إلى سنوات شهد الشعب اللبناني فيها أياما سوداء لا نتمنى أن يراها مرة أخرى. ولذلك فإن مصر وأيضا الجامعة العربية تقوم بدور كبير في هذا الأمر، ونتمنى أن يصل الفرقاء اللبنانيون إلى اتفاق، أو على الأقل أن تمر البلاد من هذه الأزمة
خاصة في هذا التوقيت الصعب، ليس فقط على لبنان ولكن على العالم أجمع. ولكن أستاذ محمد، يعني بما أنك ذكرت الأطراف الخارجية، ما مدى ارتباط يعني تشكيل هذه الحكومة بالإرادة الدولية؟ نعلم على سبيل المثال أن هناك إدارة أمريكية جديدة بقيادة جو بايدن، هل يعني ينتظر السياسيون في لبنان ملامح هذه الإدارة فيما يتعلق بعلاقتها الخارجية في الشرق الأوسط؟ يعني ما الذي ينتظره اللبنانيون أو الفرقاء السياسيون في لبنان لكي يتم تشكيل هذه الحكومة؟ هل المشكلات فقط هي داخلية أم مرهونة ومرتبطة أيضا بإرادة دولية؟ دعني أقول بشكل مباشر، بالطبع لبنان منذ تأسيسها في العصر الحديث وتعتمد على بعض الأطراف الدولية التي تدعم التركيبة السياسية والطائفية والمحصصة في لبنان بشكل ما، وإن تباينت هذه المحصصة بشكل ما وتتغير حسب الظروف، ولكن الأمر يبدو أن هذه المرة يبدو أن المجتمع الدولي والفرقاء والجهات الأجنبية والدول الأجنبية، فرنسا وغيرها والولايات المتحدة والأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة والغوث الدولي، يبدو أن تأثير عدم الاتفاق والأزمة وخاصة بروز موضوع الفساد وتهريب الأموال والتراجع الاقتصادي الكبير يعطي مؤشرات بأن لا حل يلوح في الأفق، وبالتالي فإن إذا ساعدت الدول اقتصاديا الشعب اللبناني وحاولت تعويم الاقتصاد اللبناني بشكل ما، فإن الأزمة السياسية ستظل مستمرة، وبدا هذا واضحا في تشكيلة الحكومة وعدم الاتفاق عليها وإصرار بعض الفرقاء في المشهد اللبناني السياسي على الحصول على بعض الحقائب أو بمعنى آخر الحصول على تعهدات بعدم الملاحقة على خلفيات تورط في الفساد سواء بشكل مباشر أو التغاضي أو بشكل غير مباشر. طيب ابقى معي أستاذ محمد، وبأننا ذكرنا يعني العلاقات المصرية اللبنانية التي دائما ما هي علاقات متميزة، علاقات أخوة وتعاون، نقرأ على حضرتكم أيضا يعني هذه المعلومات وهذا الخبر، يعني قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم سعد الحريري المكلف برئاسة الحكومة اللبنانية، ومن أبرز تصريحات الرئيس السيسي أنه أكد حرص مصر على الحفاظ على قدرة الدولة اللبنانية في المقام الأول ولإخراج لبنان من الحالة التي يعاني منها حاليا من خلال قيام كافة القادة اللبنانيين بإعلاء المصلحة الوطنية وتسوية الخلافات وتسريع جهود تشكيل حكومة مستقلة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة وصون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق ووحدة نسيجه الوطني. إذن أستاذ محمد، يعني لا اختلاف على هذا الدور المصري الذي دائما ما يعلي المصلحة اللبنانية ويأمل ويريد دائما ويساعد على استقرار وأمن لبنان. بكل تأكيد السيد الرئيس منذ اللحظة الأولى، إذا تذكرنا ليس فقط هذا مثال فقط، ولكن منذ اللحظة الأولى على وقوع انفجار مرفأ بيروت كانت أول طائرة تحط في مطار رفيق الحريري هي طائرة مصرية، طائرة مساعدات مصرية وطائرة لدراسة الأوضاع وإمكانية المساعدة التي تطورت بشكل كبير فيما بعد. كانت هناك لقاءات عديدة مع السيد رفيق الحريري رئيس الوزراء، جمعته مع السيد الرئيس، وهناك دعم كبير للشعب اللبناني، وفي هذه المرحلة الفاصلة هناك دعم مصري أيضا قوي من كافة الأصعدة ل الاستمرار في تشكيل حكومة تمكن الدولة اللبنانية من الحفاظ على مقوماتها ومؤسسات الدولة اللبنانية. السيد الرئيس يسعى دائما في خلال علاقات مصر المتوازنة التي لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى وتدعمها بكافة الأشكال، يسعى دائما في المقام الأول للحفاظ على الدول الوطنية وعدم تتسبب أي مشكلة داخلية أو ضغط خارجي على الإضرار بالدولة الوطنية ومحاولات لعرقلة الاستمرار في مساراتها الطبيعية أو التأثير على الجيوش أو تقسيمها بشكل ما أو التعرض لموجات مستمرة من الإرهاب. ولذلك فإن الدعم المصري
الكبير لهذا لهذه العملية السياسية في لبنانية في هذه المرحلة هو أمر هام جدا، ويعطي مؤشرات أيضا بأن للمجتمع الدولي بأن هناك أطرافا قوية، أطرافا ناجحة، أطرافا حققت العديد من الإنجازات سواء على المستوى الاقتصادي ومستوى مكافحة الإرهاب، المستوى السياسي والاحترام الدولي الكبير، تتمكن من مساعدة لبنان أو التغاضي أو الحصول على وعود في الاستمرار في العملية السياسية. الفرقاء والمساعدات الأجنبية لن تأتي والوضع هكذا، ولذلك فإن الدعم المصري للبنان في هذه المرحلة يساعد بشكل كبير على استمرار الأوضاع وخروج لبنان من أزمته، والسيد الرئيس يحرص دائما على ذلك. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل، كنت معنا هاتفيا الأستاذ محمد عز الدين نائب رئيس تحرير الأهرام.